في الجمجمة، كسر في فقرات رقبتها، انفجار في الكلى، انفجار في الطحال. ايش المسافة اللي وقع منها؟ 15 متر. 15 متر دول هما للتالت. 15 متر. طيب ما حددوش مين اللي وقف في التالت وكان طالب في التالت؟ لا مش قادر. بصي سألكيش، انا ماليش اعداء وماليش، مش بتهم حد، بس انا عايز اعرف بنتي الكاميرا اللي بره جايباها لغايه ما احنا بدانا نتكلم كان في 4 دقايق، بنتي كانت فيهم فين؟ جودي كانت فين؟ مش فاهمه. بعد اسم الكاميرا بتاعت الشارع، احنا مفيش كاميرا في البيت، في كاميرا في الشارع جايباها طالعه، وعما احنا نزلنا والشباب اتوجهوا كان فيها يعني قولي 5 دقايق 6 دقايق، بس عما احنا اتكلم يعني بدانا النادي كان 4 دقايق، 4 دقايق بالظبط. كانت جودي فين؟ الاسانسير بيطلع في ثواني، في ثواني. جودي بنتي كانت فين؟ مين اللي حدف جودي من التالت؟ مين اللي كان معاه مفتاح البيبه بتاعت الاسانسير وفتح جودي ورماه، فتح الباب ورماه؟ مين؟ جودي عملت ايه؟ هسألك سؤال. اتفضل. احنا كأمهات نبقى عارفين يعني لو الاسانسير ده مش امان، لو انا شاكه فيه مش هسيب البنات واولادي يطلعوا ينزلوا. بقالي سنه ونص في العماره، بنت بص ما اشتكناش من اي حاجه، وبصي صاحب البيت بيجيب دوريات على طول عشان في اطفال بتعمل صيانه على طول في الاسانسير، ما عطلش ابدا ابدا. ما عطلش فعلا ابدا. هو من التالت للرابع. ايوه طلع جودي مسجله الرابع، جودي طالع لي الرابع فاضي من غير بنتي. وقعت عليه 15 متر. بنتي عملت ايه عشان تموت الموتة دي؟ طيب الهبة والصوت، ولما نادت عليك كانت بتصرخ بتستنجد بيكي؟ ما صرختش. خض. بصي هقول لك حاجة، أنا دلوقتي أنا شديتك أهو، فشديتك كده يا ماما يا ماما. طبعا بنتي بصت شافت حد عارفاه فادته الأمان، فعشان كده زقت، ما صوتتش ولا عملت أي حاجة. زقها يعني ليه؟ انت بتقولي ماليش اعداء. ماليش اعداء. انا مالي، بص اقول لك حاجه، انا ماليش خلطه في اي حد في البيت. انا مجرد ان انا بطلع يعني بطلع من البوابه، بركب الاسانسير اطلع لباب شقتي، اخش شقتي، لو نازله بطلع للاسانسير انزل للبوابه امشي، ماليش خلطه بحد. بنتي لو ما كانتش ندهت عليا كان زمان بير الاسانسير ده قبرها، قبرها كان زمان. يعني بص هقول لك إيه، اصلا لو الاسانسير نزل فوقها في علو كده ان هو ما ينزلش عليه. صح، ما ينزلش عليه. ولو هي فتحت الباب من الصفر ونزلت هتنزل واقفه، مش هيعمل فيها اي حاجه، مش هت ما هوش بير غويط ان هي تنزل. انا يعني دي ذنبها ايه؟ طب انا معاكي، ده دمه، ده مش طين، ده دمه ما غسلتوش. انا يعني قالوا حرام الهدوم يغسلوها حرام، ده دم. قلت لا ده لا، ده دم جودي. ده ينزل ازاي من العتبه؟ ده ينزل ازاي من العتبه؟ طب هو نزل، طب هو نزل، طب هيبقى في رجلها ازاي وهي نازله؟ طب احنا جايبينه من رجليها، ده هيبقى ازاي؟ لما شالوها. أيوة في رجليها، في رجليها لابساه، وهدومها لابساه، هدومها لابساه، وحاجاتها اهي اللي شارياها، دي حاجات بنتي. لقيتها؟ كيس كان في ايدي. كيس كان في ايدي. ازاي طفلة كبيرة كده تنزل من العتبة ما تجيش 6 سم؟ قالوا لك ايه في التحقيقات؟ هم قالوا لك ممكن تنزل؟ اما احنا رحنا المستشفى، طبعا خلاص طبعا لما بيبقى القلب ميت بيبقى فيه نبضات ضعيفه، فاحنا رايحين في النبضات الضعيفه دي، يا دوبك بوسته وانفاسها طلعت خلاص، ما خدوها على المشرحه داخله بقى عشان ان انا اغسل بنتي، انا ما شفتهاش وهي بتتغسل. انت وبابا هتقولوا ايه؟ احنا هنتجنن. دايما الاب بيبقى له نظره، يعني يمكن الام من قلبها شويه فبيعطل مخها.
الاب بقى يقولي أنا ما فتحش الاسانسير وقفله. لا فتحه وقعد يبص يقول لي انا بنتي تقع ازاي، بنتي تقع ازاي. باباها اصلا اللي راح تالت يوم راح لوكيل النيابه يقول له انا عايز اعرف بنتي ماتت ازاي.